شارع فلسطين، فلسطينيون ومخيم فلسطيني، هذه هي عناصر المشهد. وحده الرصاص هنا سوري. مخيم اليرموك الذي كان للاجئين وأصبح جزءا من العاصمة شهد عملية أمنية عنيفة وغير مسبوقة يوم الجمعة كما يقول النشطاء. بالعادة قوات الأمن والشبيحة يطلقون النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين. الأمس تم استهداف بشكل مباشر على المتظاهرين السلميين. الإصابات كانت معظمها في الرأس والصدر والرقبة، مما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى وما يقارب حوالي 13 شهيد، 10 منهم فلسطينيين. هذه هي المظاهرة التي شارك فيها الآلاف في المخيم للتنديد بمجزرة التريمسا وبمقتل 17 فلسطينيا من جيش التحرير قبل أيام على طريق حما حلب. والمظاهرات هنا ليست حدثا جديدا أو طارئا. هذه المظاهرة مثلا قبل عام تماما من الآن، أي بعد انطلاق الانتفاضة السورية بثلاث أشهر فقط. وكما السوريون المنتفضون، تعرض الفلسطينيون منذ بداية الحراك الشعبي للاعتقال والقتل، كما قال بيان نشرته لجان التنسيق المحلية. ويظهر موقع توثيق الانتهاكات في سوريا إن 109 فلسطينيين على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن والجيش النظامي منذ بدء الانتفاضة، 27 منهم قتلوا خلال الأسبوع الماضي فقط، فيما لم يستطع نشطاء المركز إحصاء العدد الدقيق للمعتقلين منهم، مكتفين بالإشارة إلى أنهم بالمئات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين. الخبر الفلسطيني الحاضر غالبا على التلفزيون السوري الرسمي غاب هذه المرة، ولم ترد أي أنباء أو تفاصيل عما جرى في مخيم اليرموك، لكنه لم يغب عن صفحات التنسيقيات والنشطاء الذين أطلقوا حملة تطالب بتسمية الجمعة القادمة باسم فلسطيني وسوري واحد. هذه الوحدة أوقعت الفلسطينيين السوريين بنارين، العديد اختاروا الحياد كما أغلبوا تنظيماتهم، لكن فلسطينيو مخيم النازحين في درعا لعبوا ومنذ البداية دورا أساسيا في انتفاضتها، وذاقوا ما عاشه أهلها من قصف. وحال مخيمات حمص واللاذقية لم يختلف أيضا. فلسطينيو فلسطين بدورهم أيضا خرجوا بمظاهرات واعتصامات عدة لنصرة الانتفاضة السورية. تقول لجان التنسيق المحلية في بيان لها إن الجبهة الشعبية القيادة العامة والمقربة من النظام السوري قامت بالعديد من المحاولات لتأجيج الخلافات بين الفلسطينيين والسوريين، لكن وفيما يبدو أن الانتفاضة السورية أخرجت فلسطين وقضيتها من كتب القومية وأدبيات البعث إلى الشوارع. زينر حيم، BBC.